صباح النور ومساء الزهور، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. هنا يشد هنا فات الصباح هذا شدينا الطريق مشينا لفولكانيا. هاد فولكانيا واحد البارك، بارك داتراكسيون في انيماسيون زوين، مي دوماج ملي مشينا هنا وصلنا هنا كنا يلا وصلنا ما لقيناه ساد، كان ممكن كيديروا لي طرافو ولا ما نعرف. المهم لقيناه ساد صافي. من بعد قررنا نمشيو لبانوراميك دي دوم. هاد بانوراميك دي دوم هو واحد الجبل، هو ماشي جبل، هو بركان نائم هو بركان في الاصل. كطلعوا ليه بواحد دايرين ليه واحد طرا، هو هذا لو بري ديالو، دايرين الي غوتور 16.50 الي غوتور. مي كاين الا بغيتي تمشي غير الي كتخلصي قل كتهبطي على رجليك، ولكن راه غير سبورتيف هما اللي يديروها، اولا اللي عزيز عليه يبقى يتمشى زعما بزاف مده طويله. المهم ولكن زوين. صافي هنايا وصلنا الفوق. هنا كتكملي على رجليك، دايرين هنايا هاد الدرجات هذا الا بغيتي تطلعي حتى الفوق. المهم زوين صراحة، فيه واحد المنظر غزال روعه. ولكن خاصكم تمشيو لابسين مزيان لان تيكون حيت حنا فهاد الوقيته فاش مشينا البرد تيكون. انا ما مشيتش لابسه بزاف، كان اصلا ما كيجينيش البرد بزاف، مي ملي طلعت هنا كان البرد بزاف. خاصكم ديو لي بوني ديالكم، اللي كيجي البرد يدي حتى ليغو الشال. المهم تلبسوا مزيان سيرتو الا مشيتو فهاد الوقيته. المهم خاصكم تلبسوا مزيان حيت ابخي هنايا هنا راه بدات الضبابه، يعني ديك الضبابه كتكون بارده. المهم سيروا لابسين نصيحه، لبسوا مزيان في الحوايج.